من قبل كنت نقول ما كانش عنصرية في الجزائر. من قبل كنت نقول كل العيوب فينا كشعب إلا العنصرية، احنا نحبوا بعضنا. لكن إخواني الشيء اللي وقفت عليه أنا شخصيا وشهادة لله، لو ما نتصداوش كلنا لهذا الناس اللي يزرعوا في العنصرية رايحين مستقبلا أولادنا وأحفادنا يحصدوا الخراب، يحصدوا دماء كبيرة. أولا إخوان لي كان لي شرف أني أفضح مشروع ومخطط الصهاينة اللي سماوه زيرو قبيلي، سماوه زيرو قبيلي. كان لي الشرف أني فضحته للرأي العام. تخيل أنت تكون في ولاية من الولايات، في منطقة من المناطق الجزائرية، يقولوا لك بعض الصهاينة اللي عندهم بطاقة تعريف جزائرية، بعض الخونة يقولوا لك أنت ماكش جزائري، أو أنت راك من العرق الفلاني، إذا أنت راك مش مرحب بك. إخواني اللي حز في نفسي بعد ما فضحنا هذا المخطط زيرو قبيلي، كنا نتمنى أن تتحرك السلطات المعنية وتوقف هذا الجبناء، هذا الخونة، هذا اللي يسعوا إلى تفرقة الشعب الجزائري ويحطوهم عند حدهم، لكن لحد الآن ما زالهم يصولوا ويدوروا ويجولوا عادي في أرض الشهداء. أرض الشهداء زيرو قبائلي المنظر نتاعها، اقسموا بالله هذا ما نقدرش نقول بروفيسور، ما نقدرش لانه جاهل. والله اخواني لما تشوفوا في البشره نتاعو تحسوا باللي ما يشبه الناش كالجزائريين، اقسموا بالله العلي العظيم. نحكي لكم على الاحساس لما تلاقيت به لاول مره، أقسم بالله مباشرة تبادر الذهنية هذا ما هو جزائري قبل ما يتكلم. ما يشبه الناش، ما يشبه لا القبايلي لا العربي لا الشاوي لا المزابي، يشبه لهذوك الناس وانتم تعرفوهم. هذا يتكلم باسم الباديسية النوفمبرية، هذا يدافع عن الإسلام، هذا يدافع عن الجزائر، كذاب. بروفيسور هذا إخواني لما ديته خذيت معاه في الحديث، تخيلوا واش قال لي لما قلت له علاش العنصرية هذه وعلاش تقولوا زيرو قبايلي، باش جاوبني. الناس تشوف فيه بروفيسور، كنت أنا يجي ممكن يجبد لي ويتكلم معايا باللغة الأكاديمية وكذا. قال لي أنا لما كنت صغير كنت نروح لواحد قبايلي كان يضحك عليا، بون هو قال يضحك عليا ما باليش واش صرا له مع القبائلي. هذا جواب؟ يا هل ترى هذا تأمنوه على تاريخكم؟ يخمم بالتخمام هذا تأمنوه ويتكلم باسم الباديسية بن باديس الصنهاجي، تأمنوه هذا؟ كان يعمل في السفارة الفرنسية، ثم بعثته المخابرات الفرنسية إلى اليمن باش يدرس الأعراق والأقليات ومن هنا ومن هيه وكذا في اليمن. هذا تأمنوه ويصول ويجول أمام السلطات عادي. هذا كلي نقول له أقموش وغيول مسمي روحه الباديسي، وفي حق تلامر خرقيسي موش باديسي. لقاء مستغانم إخواني اليوم أول مرة نتكلم عليه يتكلموا باسم الباديسية ويمارسوا في عنصرية
ضد أصحاب هذه الأرض، شئنا ما بينا أصحاب هذه الأرض. تكلموا باسم الباديسية هما ما يصليوش، وصلى بهم هذا العبد الضعيف اللي سماوه زوافي، بعد ما كان هذا الإنسان بطل ويدافع عن الوطنية في نظرهم. احنا كنا نظن هذا الناس يختلفوا مع فكر أو توجه ما، ولين اختلفوا معاه كلنا عادي، اختلفوا مع فكر وتوجه، سواء هذا أصحاب هذه الفكرة وأصحاب هذا التوجه كانوا من القبائل ومن العرب وكذا، ما هوش ضد عرق، لكن لقيناهم يبغضوا هذا العرق، يبغضوا شيء اسمه أمازيغ، يبغضوا شيء اسمه قبائل. وفي حياتي تكلمت أنا، في حياتي درت في بالي بلي كاين نوعية من هذا البشر، كلنا جزائريين ونحبوا بعضانا وندافعوا على الهوية وكذا، لكن اليوم اتضح أن هذا الناس يمارسوا في عنصرية، مارسوا في عنصرية. في حياتي أنا نتكلم قبيلية مليح، في حياتي تكلمت بها ولا حسيت ولا كذا، لا خاوتي كلك والله في حياتي، لكن اليوم أجبارونا أننا نتكلم في هذا الموضوع. أنا اليوم نقول أنا على دين القبائل أو الأمازيغ، أول مرة قلتها، أنا على دينهم، لأن أشباه الرجال اللي راهم ينشروا في سمومهم أقل ما يقال عنهم أنهم ما تقدرش توصفهم، أشباه رجال يدافع على الباديسية ولا تلقاه مؤذن وهو 106 ضد أهل الأرض، تلقاه باسم الدين وباسم الدفاع عن الهوية. العصابة العبد الضعيف كنا بصدورنا ضدهم قبل 22 فبري وبعد 22 فبري، ومن بعد يجي واحد أكرمكم والله خنزير هاو يقول لك شوف اللي راهم في الحبس كل قبيل كلب. ايه ما تنساش تقول باللي اللي كانوا يطلعوا لك في السروال قبل 22 فبري وكانوا ضد العصابة قبيل أمازيغ شوية، ومنهم بعض الأحرار من كل الأعراق ومن كل الجهات في هذا الوطن، هذه ما تنساش تقولها. هاو سوناطراك يخدموا فيها ممكن تقول لي باللي سوناطراك يخدموا فيها جماعة العصابة أهل العصابة، ممكن نقبلها باش تقول قبائل نرفضها. وانا اليوم نقول لك روح مسهم من مالا، رغم اني كنت ضد هذا التوظيف هذا نتاعهم بالمحسوبية وكذا، لكن لما ذكرت كلمة قبائل بانت العنصرية تاعك، روح مسه روح مسه، رغم ان سوناطراك كنت نتمنى نخدم فيها، في حياتي خدمت فيها وما زلنا لحد الان في المار، لكن اليوم بما انك بينت بلك عنصري روح مسه. اول واحد يتصدى لك هو انا، قول انا ضد العصابة، تحاولش تقول تزيف حقائق يا طحان يا مرخص. شكون كان ضد العصابة قبل 22 فبري؟ إلى بلاف اليوم بعد 22 فبري مازلتوا تمشيوا بحسابات مجهولة النسب، ما عندكم حتى أثر على أرض الواقع باسم الباديسية. هذا الزواف يصلى بكم ثم ما تعرفوش تصليوا، ما صليتوش، تماسوا في عنصرية. هاو اليوم انتم جبتونا التدخل الأوروبي، انتم جبتونا حتى تقولهم لا تتزوجوا منهم، ومن بعد قبل كانت تقول أنا أمازيغية، كانت تقول أنا أمازيغية تلبس الجبة تاع القبائل، واليوم ولا تعرف تركب الموجة تعرف زوافي وتعرف لا تتزوجوا منهم. على كل حال انتيا أو تروحي تخطبي عندهم ما يعطولاش أمثالك، ما يعطولهمش ما يعطولكمش. خليتونا اليوم واش نهيتو ما حبيت تحقروهم؟ انا نشوف يا تما شغل حبيتو واش نهيتو قبايلي وعرق واش نهيتو تحبو تحقروهم؟ ما تقدروش، نهضر على العنصريين هذو لانه راحين يتصدوا لكم
كل الشعب الجزائري راح يتصدى لكم. بانت العنصرية بزيرو قبائل. بانت العنصرية تاعكم بزيرو قبائل. أو أميرة بوراوي، أميرة بوراوي اللي نختلف معها جملة وتفصيلا، أرجل منكم. تهدر بوجهها هي. أو نقول لك أرجل منكم يا جبناء يا يقموش وغيول الفايح. أميرة. أو هذوك تاع الفيمينيست. أرجل منكم. خرجوا وأعلنوها صراحة. وقالوا احنا واش لكن انتم تلعبوها تدافعوا على ثوابت الوطن وانتم جبانا صبابط برك شلايك انتم شلايك فقط هاو الاتحاد الاوروبي انتم اللي جبتوه ماهوش الناس اللي راحوا قالوا للاتحاد البرلمان الاوروبي يتدخل انتم اللي جبتوه بعنصريتكم يا المرخص وبعتوا البلاد في الثوره واليوم التاريخ اصبح واضح لدى الأجيال أنكم تبيعوا فيها بأبخس الأثمان. سيروا قبيلي أمام السلطات. ما تحقروهمش. وما تقدروش تحقروهم. كنا نظن أنكم ضد فكرة وفكر. لكن بمدام ما راكم مرضى من شيء اسمه قبيلي سيكون لنا كلام آخر. وسنحارب هذه العنصرية بكل ما أوتينا من قوة. إذا تعرفوا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي قال فسلمان من البيت. أنت ما تعرفش ربي خلاص أنت صهيوني بروفيسور صهيوني ابحثوا عليه. سأعود لهذا الموضوع باش ما نطولش عليكم سأعود لهذا الموضوع. إخواني والله عملت هذا الفيديو رغم كاين امور ما نحبش نهضر كاين رغم انا لكن نقولوها ونسجلوها للتاريخ سجلوها للتاريخ والامازيغيه لغه شاء من شاء وابى من ابى الامازيغيه لغه هاي تربح في الاخير المجد والخلود الشهداء انا البرار تحيا الجزائر أمازيغية السلام عليكم.